بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد شريف. عايز أتكلم يا جماعة في بعض النقاط اللي إحنا ناخد بالنا منها في امتحان الورد إن شاء الله. هبدأ بالنقطة الأولى. In practice the docs insert the image title Lundy from document litmus. Place the image at the top center of document just below the heading جومديني، العنوان اللي أنا هحط الصورة تحته. هو بيقول لك هنا حط لي صورة اسمها لاندي من على الدوكيومنت ليتمس، وخلوا الصوره تتحط في التوب سنتر اوف دوكيومنت جاست بيلو ذا هيدنج تحت العنوان ليدنج. الاخطاء في الحته دي يا جماعه ان انا بحط بضغط كده بالمؤشر علشان احط الصوره، المؤشر بيتحدد كده شايفينه. طيب تعالوا كده اما نشوف كده، هحط الصوره انسرت وبعدين بيكتشر وبعدين دوكيومنت. طب افرض يا عم دوكيومنت دي مش موجوده، يعني بفرض انها مش موجوده، بلاقي هنا طبعا الويندوز اللي عندي ده ويندوز 10 تمام. طيب انت بقى تلاقيها فين بفرض انها مش موجوده عندك؟ هنا هتلاقي تحت حاجه اسمها لايبراري، هتلاقي هنا موجود لايبراري، هتضغط عليه وبعدين هتضغط على دوكيومنت هتلاقيها موجوده عندك عادي. يبقى لو مش موجوده دوكيومنت هتلاقيه هنا فوق كده لايبراري، هتضغط عليها هتلاقي تحتها دوكيومنت. طيب بول دوكيومنت ليتمس والصوره اسمها لاندي اهي، وبعدين هنعمل انسرت الصوره اتحطت. تعالى بقى يا باشا حطها في النص كده، شوف الخطا بقى مش هترضى تيجي في النص اهو، شوف مفيش في النص، في النص يعني هنا في نص الكلام. طب الخطا بتاع القصه دي هنعمل اندو، الخطا بتاع الموضوع ده سببه ايه؟ سببه ان نقطه الادراج محدده، وانا قلت اكتر من مره لازم نقطه الادراج تطفي وتنور زي كده. طب افرض يا عم هي متحدده كده اعمل ايه؟ اضغط عليها مره هتقعد تطفي وتنور زي كده، سواء في ادراج رمز او ادراج جدول، مهم جدا ادراج جدول او ادراج صوره. طيب نبدا بقى نحط الصوره انسرت وبعدين بيكتشر وبعدين حط الصوره وبعدين انسرت، حطها لي بقى في النص من الهوم وروح للنص عادي تشتغل معاك. شفت بقى الصوره جت في النص ازاي؟ المره اللي فاتت كانت جايه على الكلام. طيب حاجه ثانيه، لو انا مثلا عايز اعمل جدول في المنطقه دي مكون من مثلا اربع اعمده وثلاث صفوف، تعالوا اما نشوف الخطا اللي ممكن تقعوا فيه. برضو نقطه الادراج محدده زي ما انتم شايفين، ده خطا. وبعدين انسرت وبعدين تيبل وبعدين انسرت تيبل عشان اختار عدد الاعمده وعدد الصفوف. بص كده الله، عمل لي صف لوحده. هو ايه سبب المشكله دي؟ ان نقطه الادراج محدده. يا باشا ده انا عايز اختار هنا عدد اعمده ثلاثه، عدد صفوف اثنين مثلا، اعمل ايه؟ ما انا بعمل من انسرت اهو وبعدين تيبل وبعدين انسرت تيبل، بيعمل لي صف لوحده. سبب المشكله دي ايه؟ ان نقطه الادراج محدده. اعمل ايه؟ اضغط عليها مره كده زي ما انتم شايفين، انسرت وبعدين تيبل وبعدين انسرت تيبل، بيفتح لي المربع اللي انتم عارفينه، عدد الاعمده مثلا ثلاثه، عدد الصفوف مثلا خمسه، ايا كان، واعمل اوكي، مفيش اي مشكله خالص. طيب حاجه ثالثه بالنسبه لاسئله الميلنج، بنروح للسؤال تقريبا 27 ده، لا ده، يوز انجيجمنت از ليتر، يعني بيكون انجيجمنت ملف مفتوح، وان ما كانش مفتوح هنجيبه من هنا. طيب شوف الاخطاء اللي عندكم، اشرح الميلنج الاول او اسئله الميلنج مع بعض واقول الاخطاء اللي بتوقعوا فيها في السؤال الاخير تحديدا. يوز انجيجمنت از ليتر for performing mail merge. Make country list from the folder document litmus as data source، كمصدر للبيانات. واحنا عارفين اول ما اشوف as data source يبقى من select recipient، خليك فاكر as data source بتساوي select recipient، هسألكوا فيها بعد شوي. as data source على طول من select recipient to be merged with the engagement. طيب انا لو قرأت السؤال للنهاية هأنسى هو عايز ايه. هو بيقول لي يوز انجيجمنت از ليتر، طيب هو قصده على ليتر بتاعه البيج لي اوت؟ لا، بقول لك فور بيرفورمنج ميل ميرج. ده سؤال الايه يا جماعه؟ الميل ميرج. ادي قائمه ميلنج، هتلاقي القائمه كلها غير نشطه. من ستارت ميل ميرج هنختار ليتر اللي هو عايزها، تمام. يبقى من ميل ميرج هنختار، من ستارت ميل ميرج هنختار ليتر. طيب وبعدين بيقول لي بقى ايه كده؟ ميك كونتري ليست، الملف ده from the folder document litmus as data source. مين الداتا سورس؟ الملف الثاني اللي هو country list، تمام. اول ما اشوف data source يبقى الحل من select recipient use existing list document litmus. الملف انهي واحد؟ دي اللي الناس بتقع فيه كلها، يرجعوا يختاروا الملف الاولاني. يا باشا الثاني، الثاني الاول، ملف قبل data source. فين data source؟ عشان برضو يبقى الموضوع data source، اللي قبل منه على طول مين؟ country list.
تمام، هتختار كونتري ليست، تعمل اوبن، تتنشط معاك كل حاجه. طيب السؤال الثاني ده سهل، انسرت ذا فيلد فيرست نيم نيكست تو تكست دير. خلي بالك من دي فيرست نيم، تمام، عشان في حاجه اسمها فايل نيم الحل بتاعه مش من هنا، يعني فيرست او سيور نيم الحل بتاعها من ميلينج. في سؤال تاني خاص ب فايل فقط، فايل نيم، فايل نيم عايز الفايل نيم يظهر في الهيدر او في الفوتر، طبعا من انسرت وبعدين هيدر اديت هيدر ده اذا كان طالب في الهيدر، او انسرت فوتر اديت فوتر اذا كان طالب في الفوتر، وبعدين كويك بارتس فيلد، وبعدين اختار ايه؟ فايل نيم. امال السؤال ده عايز ايه؟ فيرست نيم. يبقى في فرق بين فايل نيم بس حلها من الهيدر او الفوتر حسب السؤال، ده فيرست نيم او سيور نيم او كلام من ده، انا بس بحب ادمج عشان الناس تبقى ايه اخده بالها من كل حاجه. طيب نرجع لسؤالنا، انسرت ذا فيلد فايل نيم فيرست نيم نيكست تو تكست دير، بعد كلمه دير فين يا عم دير؟ ادي دير ايه، حط المؤشر من انسرت ميرج فيلد، هو عايز فيلد اسمه ايه؟ فيرست نيم، ادي فيرست نيم. خلص السؤال اللي بعده، وهرجع هحل السؤال بتاع الفايل نيم، هحله لكم ما تقلقوش. اول ما اشوف ميرج ذا ادرس ليست ويز مش عارف ايه تو كرييت ايه، انا اول ما اشوف ميرج الادرس، ميرج بتاعت مين؟ بتاعت الميلينج. طب واللي عرفني ان ده ميرج بتاعت الميلينج؟ يا جماعه اسئله الميلينج بتيجي ورا بعض ورا بعض، علشان في سؤال تاني عايز ادمج ميرج فقرتين واخليهم فقره واحده، لا ده ميرج الادرس ده ويز ذا اوبن ليتر ماي انجيجمنت تو نيو دوكيومنت ميل انجيجمنت على الدوكيومنت لتمس، لو قرات السؤال اتحدى حد يعرف يحله. فلذلك اول ما اشوف ميرج من فينيش وميرج اديت انديفيدوال دوكيومنت وبعدين اوكي. الخطا بقى كمان بيحصل في الحته دي، ايه موضوع الخطا؟ كلكم بتقعوا في نفس الخطا ده، تفتح بقى قائمه فايل، شوف قبل ما تشوف الملف عايز يسميه، يبقى السؤال بصوا تاني 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 تاني، مش عايز دي اهو، السؤال اهو ظاهر صح؟ صح، والبتاع الملف اللي انا هشتغل عليه شغال تمام؟ تمام. افتح لي بقى ايه من فينيش وميرج اديت انديفيدوال، هتلاقي وقول واوكي الملف اللي هيطلع هيغطي على السؤال تمام. الناس بقى بتعمل لي فايل سيف از، الله طب انا عايز اشوف السؤال اسميه، يبدا يشد هنا تلاقي الجهاز هنج زي كده، شايفين انا ما رضيتش اشد، هيهنج على طول يقف، يبقى انت جايب صفر مش هتعرف تروح للسؤال اللي بعده على طول تمام. ما انت بتشد عشان تشوف يا باشا امال المربع ده بيعمل ايه، انت ايه اللي خلاك تفتح سيف از من غير ما تظبط كده؟ ايه اللي خلاك تفتح سيف از؟ حاجه دارت على السؤال يا باشا نزلها تحت، يبقى اكد على المعلومه دي، كلكم بتقعوا في نفس المشكله دي تمام. يبقى تاني نشرح السؤال، ها اول ما اشوف ميرج الحل من فينش وميرج وبعدين اديت انديفيدوال دوكيومنت وبعدين اوكي، ينفع يغطي الكلام على السؤال؟ لا ما ينفعش، شد تحت منين؟ من فوق، من هنا، من كلمه لتر يعني، من اسم الملف، من مايكروسوفت وورد، من الحته دي كده ابدا شد. طيب فايل سيف از، اقرا السؤال من برضه داير على السؤال، انزل تحت شويه، اقرا السؤال من بعد يا جماعه زي ما احنا متعودين من بعد نيو دوكيومنت، عايز تسميه ايه؟ ميل انجيجمنت، فين؟ على الدوكيومنت لتمس، ادي دوكيومنت لتمس مفتوح، تكتب الاسم هنا اللي هو ميل الام كابيتال وبعدين انجيجمنت الاي كابيتال وبعدين طبعا الامتداد وورد دوكيومنت اللي هو دوت دوكس، هعمل سيف. اتاكد على فكره باكد على المعلومه دي، باكد على دي، اول ما افتح فايل سيف از بالنسبه للسؤال ده مش هيفتح لك لتمس، مش هتكون مفتوحه، هتلاقي الدوكيومنت هي المفتوحه. كلكم برضو بتغلطوا في السؤال ده بتعملوا سيف، يعني ايه اللي عرفني ان انتوا بتغلطوا؟ وانا بقعد وانا بقفل الاجهزه بلاقي مكتوب ميل انجيجمنت سيف على الدوكيومنت مباشر مش على لتمس، يبقى معنى كده ان انت اول ما بتعمل فايل تاني وبعدين سيف از اهو مش هتلاقي زي كده تمام. يبقى اللي عايز اسميه فين؟ اسميه ميل انجيجمنت، كلكم بقى بتكتبوا ميل انجيجمنت وتعملوا سيف، غلط، لازم تختار المكان على الدوكيومنت لتمس، ادي لتمس اهي، واعتبروا ان انا كتبت الاسم انجيجمنت واعمل سيف تمام. ده سؤال الاولاني الخاص بالميلنج. السؤال الثاني الخاص بالميلنج برضو في الاخر هنا، يو ثانك يو، هنجيب ملف اسمه ثانك يو، هو هيكون مفتوح طبعا قدامنا في الامتحان اهو. يوز ذا دوكيمنت ثانك يو از ليتر فور بيرفورمنج من الميرج، عايز الثانك يو ده اخليه لتر كبرفورمنج من الميرج تمام.
ادي من قائمه ايه يا جماعه؟ ميلين. ها ستارت ميل ميرج اختار ايه؟ ليتر. طيب يوز دونور ليست منين؟ من على الفولدر دوكيومنت ليتمز. شفتوا فاكرين الكلمه؟ از ذا داتا سورس، مصدر للبيانات، تو بي ميرج ويز سان كيو. تمام، احله ازاي؟ از داتا سورس الحل منين؟ سيلكت ريسيبل يوز اكزيستنج ليست، اختار مكان الملف دوكيومنت ليتمز. الملف اسمه ايه؟ فين اللي قبل از داتا سورس؟ ها اللي قبل منه الاسم اللي هو دوكيومنت ليتمز. ها الملف اسمه دونور ليست. فين يا باشا دونور ليست؟ اهو حدده واعمل اوبن. خلاص ما قلناش هنغلط ان شاء الله في دي. نشوف السؤال اللي بعده. انسرت ذا داتا فيلد سيور نيم نيكست تو تكست دير بعد كلمه دير دكتور مستر مس. تمام، فين يا عم دير ودكتور؟ اهو حط المؤشر السيور نيم والكلام ده من انسرت ميرج، من السهم بتاع انسرت ميرج فيلد، وبعدين تعمل سيور نيم. طب بعض الناس هتعمل ايه؟ هتضغط على كلمه انسرت ميرج فيلد نفسها، شايفين؟ فتح لي دي اخاف؟ لا طبعا عادي، ممكن تختار من هنا سيور نيم وبعدين دي ايه؟ كانسل. اعمل انسرت اتحولت لايه؟ لكلوز، شايفينها؟ تمام. وممكن واحد تاني يقول لك لا انا هعمل اندوب كنترول وزد. ممكن واحد تاني يجي يضغط كده يقول لك لا انا مش متعود على دي، يقفلها ويرجع من السهم ده يختار بقى اللي هو عايزه سواء سيور نيم او كده، مفيش مشكله برضه عادي. نروح للسؤال اللي بعده. انسرت ادرس بلوك فيلد بيلو ذا ديت، يعني تحت التاريخ عايز يعمل ايه؟ ادرس بلوك. فين التاريخ؟ اهو حط المؤشر تحت التاريخ اهو، وبعدين فين هو عايز ايه؟ ادرس بلوك. فين كلمه ادرس بلوك؟ اهي هتضغط على ادرس بلوك بس كده وتعمل اوكي، مش هتختار حاجه، مش هتختار حاجه اهي. طب اللي بعده، ها اول ما اشوف ميرج الحل منين؟ ها فينيش وميرج، وبعدين اديت انديفيدوال، وبعدين اوكي. حد يكمل؟ ها حد يقول لي استفز؟ لا ها الكلام هيغطي، اعمل ايه؟ اشد، ما انساش الحته دي، وبعدين فايل، وبعدين سيف از، اكتب الاسم اللي هو عايزه. ها وفاكرين مش هيكون ده مفتوح، هيكون زي كده على الدوكيومنت كده اهي. عايز اسمي ايه؟ تي واي ليرور، وبعدين على ما انساش المسار على الدوكيومنت ليتمس، ادي ليتمس اهي وادي سيف. تمام طيب، دي بالنسبه لي الجزء الاولاني اللي انا عايز اكد عليه. تمام. في كمان اسئله خاصه بالميلنج اجيبها برضو، اجيب الاسئله الخاصه بالميلنج الثانيه عشان في كام سؤال في الميلنج برضو. افتحهم المره دي على لتمس 1. ماشي ادي الاسئله اهي. تمام خليها فوق شويه، انا بس بحاول ايه، مش عايز ان انا اقطع الفيديو اقعد، لا فخليه كده بطبيعته. شوف الملف اللي هشتغل عليه. ادي ده ميلينج يوز انفيتد ليست. تمام بدءا من 17 هنجيب الملف اللي اسمه جراديوليشن. فين يا باشا جراديوليشن؟ نضغط على حرف جي اهو، سبحان الله، يعني احنا ضاغطين عليه. تمام كده ما قلناش عايزين الاسئله دي، خلينا هنا. تمام السؤال ادي 17 بيقول لك ايه بقى؟ يوز جوردليشن از ليرر فور بيرفورمنج ميل ميرج. ده هو عايز كده بس، عايز اختار ليتر لده في الميل ميرج، يبقى من ميلين من ستارت ميل ميرج هختار ليتر. خلصت على كده. تمام شوف السؤال اللي بعده. يوز ذا فايل انفايت ليست فروم دوكيومنت ليتمس. ها فاكرين؟ از ذا داتا سورس اهي كمصدر للبيانات. اول ما اشوف از داتا سورس الحل منين؟ من سيلكت ريسيبل. ها ويوز اكزيستنج دايما الثانيه، دايما يوز اكزيست ما ننساهاش، وبعدين دوكيومنت ليتمس. انا هشتغل على ليتمس هون المره دي. تمام الملف اللي انا عايزه اللي قبل از داتا سورس اسمه ايه؟ اسمه انفايتد ليست. فين هو يا باشا؟ نضغط اهو هو ده، وبعدين نعمل اوبن فبيتنشط معايا الحاجات دي كلها. اللي بعده انسرت ذا داتا فيلد جيفن نيم نيكست تو تكست دير بعد دير. هنا جيفن نيم حط المؤشر بعد دي. انسرت ميرج فيلد جيفن نيم. تمام هو خلص على كده؟ لا. تمام بيقول لي بعدها ايه؟
اند فينش ذا ميل ميرج. فينش يا باشا الميل ميرج، وبعدين اديت انديفيدوال، وبعدين اوكي، غط على السؤال، هنشد الكلام، وفايل سيف اس. ده كله لسه ما قراتش السؤال. بعدها بيقول لك سيف ات اس، سميها باسم تو سند، هتسميها باسم تو سند على الدوكيمنت اللي اتمص. اوكي تو سبيس سند، اتوقع ده تو سند دي اللي هتيجي لكم ان شاء الله. خليكم فاكرين تو سند دي ان شاء الله هتيجي لكم في الامتحان. دوكيمنت لتمس، وبرضه هتلاقوا الحاجات مش يعني زي كده، هتفتح لتمس اللي هو عايزها، يعني سواء لتمس 1 او لتمس، وبعدين تعمل سيف. تمام، اعتقد كده بالنسبه للميلنج كده ايه انتهى. ماشي، طيب سؤال تاني بقى. السؤال التاني اللي انا عايزه، عايز انسرت ذا فايل فيلد نيم، فايل نيم، انسرت ذا فيلد، سوري، انسرت ذا فيلد فايل نيم، اسم الملف مثلا في التوب رايت هيدر او في البوتوم ليفت فوتر، حسب ما هو عايز. الحقل اللي هو عايز اسمه ايه؟ فايل نيم، اسم الملف. ماشي، ادي انسرت. هو عايز فين يا باشا؟ اعتبره في الفوتر، ادي فوتر مثلا، وبعدين اديت فوتر، وبعدين فاكرين كويك بارتس فيلد، حرر بس الفوتر، فوتر اديت فوتر، ماشي، وبعدين كويك بارتس فيلد ولا نسيتوها؟ يبقى انا من انسرت، وبعدين ها فوتر او هيدر حسب السؤال، وبعدين اديت، وبعدين كويك بارتس، وبعدين فيلد. الفيلد اللي هو عايز اسمه ايه؟ اسمه فايل نيم. فايل نيم، طب انا هدور في ده كله على فايل نيم؟ لا، احدد اي حاجه من هنا، حط يا باشا المؤشر في النص، اي حاجه، اضغط على حرف الاف، شوف جابها لك على طول، فايل نيم، وبعدين اعمل اوكي. تمام، طب عايز الفايل نيم ده يكون في الشمال او في النص او في اليمين، روح للهوم بقى وغير المحاذاه زي ما انت عايز. تمام، طب ممكن اسالني سؤال تاني؟ ممكن اسال ايه؟ عايز الديت ابديت اوتوماتيكلي برضه. تمام، انا شغلي كله برضه ايه، من هنا من ديزاين برضه ايه، يبقى تاني نحله تاني، اللي هو الديت ده، انسرت، عايز المره دي في الهيدر، هيدر، وبعدين اديت هيدر، وبعدين كويك بارتس فيلد، عايز ديت، ندور على ديت، وممكن ايه؟ احدد اي حاجه كده واضغط على حرف الدي، لا دي مش ديت، اضغط دي كمان، جت اهي، اعمل اوكي، خلاص. طب عايز الديت ده ماله؟ يظهر في الشمال، في اليمين، هو كده في الشمال، روح للهوم، وبعدين روح خليه في اليمين. تمام، طب خلاص كده؟ لا، لازم من ديزاين ما ننساش كلوز هيدر وفوتر. تمام، ده بالنسبه للاسئله سواء الفايل نيم او ده. بالنسبه لاسئله الكتابه، عايز نوع خطه يكون واضح شويه. النظر هنعرج عليه سريعا بس بعد ما نشوف مهارات الكتاب. بص يا جماعه، اول حاجه النقطتين ده بعملهم بشيفت وكاف، كاف مش كي، كاف حرف عربي، شيفت وكاف. طيب الفصله دي بعملها بحرف الواو، بس ركزوا بقى في الواو دي، ركزوا فيها حته. انا عايز اكتب احمد وبعدين الكوما اللي تحت دي وبعدين محمد، احمد عادي اهي، وبعدين الكوما دي بتكون لازقه دايما في الكلمه الاولى، ليه بتوع الانجليزي بقى يعرفوا؟ انا ما اعرفش. وبعدين سبيس، وبعدين مثلا محمد، شفتوا بقى؟ تاني، الكوما دايما بتكون الكلمه الاولى والكوما لازقه فيها دايما، حتى لو حسيت ان في سبيس، لا مفيش سبيس، السبيس بعدها بقى، المسافه يعني بعدها، يعني بين الكوما دي وبين الكلمه مفيش مسافه نهائي. انت حاسس ان في مسافه؟ لا مفيش، المسافه بعدها، المسافه اب يعني بين احمد والكوما دي مفيش مسافه، بس انا نسيت الكوما دي بتتعمل ازاي، حرف الايه؟ الواو، من غير شيفت، من غير شيفت. تمام، امال اللي قلت عليه بشيفت؟ دي شيفت وكاف عشان اعمل نقطتين زي كده يعني. طب النقطه، النقطه دي بعملها بحرف الزين، وناس كتير بتغلط. انا مثلا عايز البيجلي اوت، سهم بيبس، طب عايز دي مثلا التوب، خليها 2 حرف الزين يا باشا، 2.2 من 10 مثلا، او 2.2 من 100 انش، شيفت وط، افضل ضغط على شيفت، ما اشيلش ايدي، اخليني متك على شيفت واضغط على طه، وانا لسه ضغط على شيفت، وبعد كده اشيل ايديا، فبتلاقيها اتعملت على طول زي ما انتم شايفين كده، العلامتين علامتين، اعمل اوكي. طيب في اخطاء هنا بالنسبه للشيفت وط، ناس بتبقى مش واخده بالها، بتضغط على شيفت وط بس مش يعني ضغط غلط، فبيعمل له علامه واحده، شايفين؟ تيجي تعمل اوكي هيطلع لك رساله، يقول لك الوحده القياس دي يعني مش صحيحه، مش موجوده. مشكلتها هي زي ما انا قلت، ان انت عامل ديت اللي هي علامتين التنصيص مش عاملهم مظبوطين. ماشي، طيب هنمسح ده كله، خليها 2 و2 من 10 شيفت وط، بعد كده تعمل مثلا اوكي، يشتغل معاك زي الفل. طيب يبقى قلنا كده النقطتين فوق بعض، شيفت وكاف،
النقطة حرف الزين، بس يكون أنا بكتب إنجليزي طبعا. الكومة الصغيرة اللي تحت ديت حرف الواو من غير شيفت. طب علامة التعجب، يعني مثلا أنا بكتب إيه؟ وات مثلا، مثلا على سبيل المثال. وعلامة التعجب شيفت واحد، أول ما أقول لك شيفت ورقم يبقى الأرقام اللي في لوحة المفاتيح اللي فوق مش اللي تحت، اللي فوق. تمام؟ شيفت علامة التعجب. طيب إيه كمان عايز أأكد عليه برضو بالنسبة للعلامات والرموز الخاصة؟ الأبوستروف. الابوستروف بعملها بحرف الطاء. ايه ابوستروف دي؟ يعني عايز مثلا اكتب كده ماكدونالدز مثلا، ماك مثلا اهو، وبعد الدي كده في ابوستروف شايفينها اللي هي اللي فوق دي، وبعدين اس. طب الابوستروف دي بعملها ازاي؟ حرف الطاء دي، حرف الطاء من غير شيفت، وريها لي كده تحت اهي، حرف الطاء ابوستروف. تمام، الابوستروف ديت حرف الطاء. طيب في حاجه برضو الكل بيغلط فيها، ايه هي؟ انا عايز هنا اكتب مثلا وات، او خلينا نكتب حاجه مثلا ايه بدا بحرف الاتش عشان الكابيتال وسمول نركز في الحته دي. مثلا ايه؟ هي، كلمه هي. تمام، عايز اكتب هي، بصوا كده اهي هي. تمام، هو جايبها لي في السؤال الاتش كابيتال، بس انا نسيته عملتها ايه؟ سمول. شوف اول ما تعمل سبيس او ما تعمل مسافه، الله ده غيرها. فانت تبص تقول لك الله ده كده ده ظبطها ده زي الفل، هيطلع لك غلط، هيطلع لك الاجابه غلط. طب ما انا اعمل ايه يا عم؟ لا، اكتبها تمسح واكتب تاني الاتش كابيتال شيفت واتش. تمام، وبعدين هي اهي، وبعدين مسافه. طب ما هو غير يا باشا، الجهاز اللي غيره غير لما انت اللي تكتب. انا باكد على النقاط دي كلها يا جماعه علشان يبقى ايه الدنيا كلها الامور واضحه ان شاء الله. طيب ايه تاني عايز اركز عليه برضو بالنسبه للاسئله النظري؟ نشوف الاسئله النظري ده. Which one of the following is first line of the offline word help؟ يبقى عايز الهلب، عايز ادور في الهلب على ايه؟ على وات از كليب اورجنايزر، على كلمه وات از كليب اورجنايزر، النص ده وعلامه استفهام من قائمه فايل، وبعدين اختار هلب، وبعدين اختار مايكروسوفت اوفيس هلب. تمام، واستنى اما يفتح الهلب بقى براحته، فتح براحته. تمام، ما انساش اوف لاين، ما انساش من هنا، من هنا اختار اوف لاين اللي فيها كلمه كمبيوتر، ما انساش. وبعدين هنكتب هنا في الهلب الكلمه اللي هو عايزها، وات از، وطبعا زي ما هو مديني كليب اللي هو كابيتال وسمول وكلام من ده، اورجنايزر، وعلامه استفهام. او بتعملها ازاي علامه الاستفهام؟ شيفت وظه، اضغط على سيرش واضغط على نفس الرابط، نفس الكلمه، فين نفس الكلمه؟ اهي اللي هي وات از كليب اورجنايزر. وبقول لك في السؤال ايه بقى؟ ايه هو الفيرست لاين؟ يعني ايه هو الفيرست لاين في كلمه وات از كليب اورجنايزر؟ الفيرست لاين يا باشا، You can use Microsoft Clip Organizer. You can use، شايفينها؟ طيب الإجابة فين في دول؟ You can use Microsoft، يبقى دي الإجابة. هيكون في الامتحان هنا في دايرة صغيرة كده، هتضغط على الدايرة، اتعلم على الدايرة كده اللي جنب الإيه؟ الإجابة الصح. تمام؟ ده سؤال من الأسئلة. إديني كمان سؤال نظري. سامعك اللي بتقول عايز النظر بتاع الباور، هشرحه لكم بعد ما أخلص ده إن شاء الله. طب ده which one of the following print option would allow you to print only selected a content. selected content يبقى selection، selection. طب selected page يبقى اما page او custom range. طب خلينا في دي كده ايه، selected ايه content، يبقى الاجابه selection. شوف سؤال كمان ده، which one of the following settings would allow you to print specific page، specific page in the document. حد عنده اجابه؟ specific ايه؟ page يعني صفحات مخصصه، يبقى الاجابه اما هي او ايه؟ اما page او custom range. ادور فيها page او custom range؟ لا. فيها page او custom range؟ لا. الثالثه اهي، فيها page او custom range؟ اهي، يبقى دي الاجابه الصح. تمام؟ دي الاجابه الصح. برنت ايه؟ custom range. تمام. او بيج، بيج اما بيج او كاستم رينج. سامعك اللي بتقول ما اللي تحت فيها بيج يا باشا، دي اول بيج، انا بقول لك برنت بيج من بيج يعني، خلاص مفيش اول دي في الاجابه. تمام، شوف السؤال اللي بعده. في كمان نظري، في نظري احنا قلناها سيلكتد كونتنت سيلكشن. مفيش. طيب نشوف كمان سؤالين كده مهمين جدا، خلينا في ثانك يو، وخلينا نعمل فايل جديد. لو انا كاتب هنا مثلا كلمة سكول ومكررها مرتين،
كده انتوا عارفين السؤال اللي انا عايز اعمله. والسؤال بيقول لي كده ديليت ذا ريبيتد وورد، يعني ايه؟ امسح الكلمات المكررة. ممكن اقول لي كده في نص السؤال كده يوز سبيلنج اند جرامر دايلوج بوكس او يوز سبيل تشيك تو ديليت ذا ريبيتد وورد، عايز تمسح الكلمات المكررة. الحل منين؟ من ريفيو وبعدين سبيلنج اند جرامر، هيفتح لك المربع ده، ديليت نشطة بضغط عليها. طب لو ما هياش نشطة بضغط على اجنور. تمام، ادي ديليت اهي، ديليت اهي، وبعدين في الاخر ظهرت لي ايه؟ اوكي. طب سؤال تاني، سؤال تاني، اعتبر ان انا مش عايز دي ولا دي كده، وعايز هنا اهو كلمة مثلا، مثلا كلمة كمبيوتر وناقص حرف البي كده، ماشي. والسؤال اد ذا وورد كمبيوتر تو كاستم ديكشنري، عايز اضيف كلمة كمبيوتر للديكشنري. عندي طريقتين، الاولانيه ادور على الكلمه اللي تحتها خط احمر ومكتوبه كمبيوتر، انت خط احمر بس مش كمبيوتر انت، لا يبقى هي دي. اعمل ايه بقى عليها من غير ما احددها؟ من غير ما احددها كليك يمين عليها واعمل اد تو ديكشنري، اضافه الى القاموس. طب في حل تاني؟ اه، بعمل ايه؟ بفتح من ريفيو وسبيلنج اند جرامر، هي ديت كلمه كمبيوتر؟ لا. طب اعمل ايه؟ اعمل اجنور. طب ايه كمبيوتر؟ لا. واحد بيقول لي طب ما بتعملش ديليت ليه؟ السؤال عايز اضيف كلمه للقاموس، ما طلبش مني ديليت في السؤال ده. تمام، جت كمبيوتر اهي، اه عايز اضيفها للقاموس، فاكرين؟ اد تو ديكشنري. تمام. طب انت بتفضل انهي طريقه؟ لا، بفضل ان انا انزل على الكلمه وكليك يمين واعمل اد تو ديكشنري حسب ما السؤال عايز ان شاء الله. كده بالنسبه لاسئله الوورد، اعتقد انه مش هيسال ان شاء الله اسئله خلاف ما تم ذكره. اعتقد ان انا اكدت على كل النقاط اللي ممكن اي حد يسال فيها. لو حد عنده اي اسئله يبعت لي برضو ان شاء الله وهجاوبه. تحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.